من النهار اللي دخلت هنايا وهي كاينه ديك بوزيتيف انا غير الحمد لله. كانت واحد الرحله شيقه، طورات المهارات ديالنا، خدينا واحد الرؤيه على عالم التكنولوجيا، يعني كانت تجربه زوينه وما ندمش عليها. الفورماسيون غادي تنفعني بعدا انني غادي ناخذ هذاك كوميتي غنمشي بعدا ستاجي مع ناس اللي قدام في الدومين، ومن بعد عندي اوبجيكتيف مثلا 6 شهور من بعد ندير المحل ديالي. بالنسبه للاساتذه كانوا معنا، كنا كون فامي لا الاساتذه لا لوديسي لا الدراري اللي كانوا كيقراو معايا لي ستوديو، كنا اجواء عائليه، كنشاركوا الفورماسيون وكنبارطاجيوها وبيناتنا حنا كنتعاونوا. هادشي اللي عجبني اكثر هو كاين ديك ليسبري ديكيب. محتاجه ندير شي حاجه ديالي نخدم فيها بوحدي، جاتني فكره زوينه تسجلت قبلوني، جيت تفاجات كنت في الجروب كامل بوحدي لي بنت. حنا كنا كنلقاو المتعه كنجيو مثلا غير ما كنبغيوش نغيبو غير نهار ولا غير ساعه على تعطلتي كتخافي تفوتك شي حاجه، كانت المتعه مع الاستاذ يعني كيعطيك داكشي متسلسل. نقدر نوصف لك داكشي اللي عشناه. اولا كانت تجربه 100% ايجابيه بالنسبه ليا وبالنسبه للاصدقاء ديالي. درنا جروب كنحاولوا نبارطاجيو المشاكل اللي كنلقاو، يعني كنحاولوا نمشيو للدار كنخدموا على الحويجات تيليفونات كنحاولوا نبارطاجيو مع بعضياتنا. صراحه تجربه واعره، يعني هذه عائله ماشي اصدقاء، ولينا عائله ان شاء الله وتكمل المسيره ان شاء الله ونبقاو على تواصل. الميساج ديالي لاي شاب او شابه انه ما يترددش انه يجي لاوديسي ماروك، صراحه غادي يخرج بزاف ديال المعلومات قيمه اللي ما غاديش يلقاها في جهه اخرى، ويخرج بهم السوق الشغل ان شاء الله.